تلقى منطقة مثلا في ألف شعب 990 ما يخدموش. مشكلة كبيرة. إي مشكلة كروسيال، مشكلة بتاع السقف. وتقول لك حاجة أخرى تقول تعرف الصيد، واش عمرك؟ 29 سنة. إي. إي سي بروباجي دون تو البي. ها هو اللي يهمني أنا بالضبط. أون أوتيليزون أن سيستيم، هم إيزون إيتي أبريسيوني، جماعة الدبلوماتيك مستوى كبير. أون أوتيليزون أن سيستيم يونيك دون سون جونغ، اليوم تاعكم أنتم. Qui est l'Internet, le virtuel, ce qui me permet de conclure que notre révolution est une révolution digitale. Vous voyez, même si je me suis dit, je ne suis pas un mais je ne suis pas un chat, je ne suis pas un chat, je ne suis pas un chat, je ne suis pas un Facebook, je ne suis pas un chat. Qui s'est déferlé sur tout le monde du monde. C'est avéré, digital, quoi je ne suis pas un chat. Mais aujourd'hui, il y a un Facebook. أنا خطر عقلوني رمو صحيح يكذب وزير له يكذب خلي خلي برا راح شو اسمه بالإقالة حد شيء اسمه الإقالة موضوع كبير متكلمش ها لا باش تكون ذكي بيرتينون قول شنو اسمه بتعيينك انت طبعا ما قلت كان كريش تعمل تعيين كريش كريش سياسي انا مش فاهم شكون وزير ولا حتى كتب عام تاع الوزارة خذ تكوين القضايا نحن قندي كونستيبي قابل تكوينه بلوكين في مخاخنا شوي تاك كيك زار بوت كل كنت متيبي وكذا ما كيك زار كنا قندي تحان دوسيه تروح الدار نمشي المكتبة فماش محاضر اكاو نحضر خاطر سياسيا ما مش حق دوت البار ما ناش انتري سياسي من كثر الحجم من الملفات تلقى مستوى اش مين انا قاضي تقول تحط وزير داخلية قاضي بيني ماجينابل نبدا قاعد تخم خدش فيهم مبلغ وما يحطوني انا وزير داخلية ولا اي وزير ممكن حتى وزير املاك الدولة ممكن فيها كوتي فولي جوريديك وي اونكور الخطة تاع وزير تطلب انسان باش يكون مسيس سو كي ني با لو كا بالنسبة لنا نحمد هذو انا علاش عايلين السياسة دونك تاك ساحلي باش يكون واضحين بكذا السياسة كانت عند السواحلي ملي تخلقت تونس كي تقلب بهم الوضع الى الساعة ماهوش مستعدين باش يسلموا الحكم وإذا كانت تقلب تجي انتخابات ضدهم يولي نظام عسكري أنا أكد لك وما أسناد شو اسمه جنرال عمار التروا شاف الدرز الرمي إلا الأحضار العملية ذيك والباش كمشي الجزائر باش نسق العملية ذيك وكان ياخذوا النهضة الحكم يولي نظام عسكري وش العمار مشي القطار ها؟ شي العمار مشي القطار ربما نسق مع الرئيس ممكن فما الإمكانية ذيك ما تقابلوش غير بحيث يحكم توا اللي قالها شو اسمه في مجلس التأسيس شو اسمه في مجلس حماية الثورة التصلح السياسي قال حكومة ظل هي كمال طيبة مع الجروب تاعو سواحلي مش مستعدين ويخدموا توا محضرين مثلا ببلغ اني محضرين 37 كا التجربة الجمهورية ومحضرين برشا فلوس كي تشريوا الأصوات بحيث النظام القديم وارد جدا باش نرجع بنسبة 90% أنا نرجع كيفاش تعينت أنا كيفاش تعينت نهار الخميس برك الجور مام العشية انا عملت باساج في مستير خدمت 4 سنين رئيس دائره في السنه هذه خد معايا شباب عندهم علاقه كبيره مع جماعه الطيف مع السلطه ومع الواحد كي مبرمجين غاديك وتقلبت الوضع وكذا بعضها تكون سير وزاره الداخلية شكون يجيب وشكون يجيب وشكون يجيب يجيبوا انسان يبيضوا به الصوره بتاع النظام الانتقالي اللي هو يجلب النظر اكثر ما يجلبش وزير المالية ولا وزير التنمية ولا وزير الخارجية شوية أما الداخلية خاطر تسميها السيادية بسمها سيادة ومسمي كفر ومسمي عليها خاطر النظام والقمع والضغط على العباد وقوة النظام معناها بالداخلية يحطوا إنسان يعني ما انتقالية هاو إنسان بلانجا ما هو عارف شيء يسرقوا له كابوت ومرايات معناها كونكوا ترطور تبقى في نفس الوقت يقولوا هكا معناها كي سوليد شخصيته متكون وماركا ما تاثرش في ساعه وصاحب مبدا صاحبي غاديك اللي يخدم معايا في المسوسه هو عمل لي تليفون الاولاني بكل مسوسه قال لي كذا وقال لي بصمت عليك بصوابع العشره تبقى قال لي بصم عليك بصوابع العشره ما نعرفش ما خليش شكون تبقى بس انتاج عرفته انا هو اسمه صاحبي مش انا في اسمه بالك نعرفه انا كذا مسوسه خالد رزيم مزد عيسى رئيس دار جنائي في سوسة تو. لا صعب لي سمعت.
فهمتي؟ بعد هو كلمني وزير الدفاع على كلمة الزبيدي. بعد هو كلمني عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق. دوك مع بعضهم قاعدين. بعد كلمني غنوشي. قالوا طب حتى الجيش مش فهمتني؟ شعلنا تعينش وكذا واحد. أنا قبل ثلاثة وأربع أيام ما تلقى إقالتي. ديجا عملت قرارات حتى أنا مش نعزل المعتمدين الكل. ودخلت 35 دخل كلهم جيني فاكس فاكس جوال يطلع مثلا شو اسمه كذا. حمدي بن صالح. حمدي بن صالح راني كذا وراني عندي 4 سنين بطال وراني عندي مثلا معهد صحافة وعملت صحافة بقى فلانية نحب تخدم معتمد تدخل نسقي المعتمد. هذيك العكا عملية 35 اللي عمل دوموند وعنده شو سيدي. كي عملت العملية هذيك بتاع اللي يجي اسم من قيدي كل عمل ستاج نهارين هاتوا معتمد شنو المشكل. 35 مشي. قلت له ما مشيو 35 204 سنين كنا حي. نعم نعم جديد نحب معتمد يتفضل من هذا السعودية الشعب التونسي. وقت الشعب التونسي تنفس السعودية بالحق. وما حبوش حتى عينوا فيهم الولايات وقتها أنا نعين وكل ليه كيفاش كذا عينوا مرسيدي عينوا مرسيدي ما حبوش فاهمش ما قالوا شيء هما راهو كي تقرر شنو نعزل كذا وما عملوش نحيدوا هالأربعة كي قلت له حبل البرقية نهار اثنين لو توم شيء وكذا خلوا يزوروا لي عيط خلي بقى مش كذا لك قبل قلت لك ثلاث أيام أربع أيام عيط لي بواحد نعرف المستشارين صاحبي هو قال لي راهو فلان هذاك ما خايف حاجته بيك هذاك الجيش البحثي قال قلت له انا ما نمشيش قلت له راهو هو العمل هو جاب بيش وجاب الغنوش وسير في الدنيا كله يسير في العالم قال لي صاحبي قلت له خويا ما نمشيش قال علاش قلت له سببين اثنين كيف نمشي قلت له انا 100% وقتها كي نمشي مشي في اسمه بي في اللي مشيت واكيد تقام كيف شهر هو عنده اوتوريتي مو شيطان تقع يصورني كي يجي ندخل الدار ولا عرفش ندخل كذا ورغم ما يصورني مش خمس سنه دوك حتى في فيسبوك كل كذا خايب كل ابوه كذا هذه ما تسالنيش وربما يصورني وما يستعملهاش اذا كان هو العروض اللي عنده شو شكون اللي هو شكون اللي يخدم احنا انا وراك انا كيما نقول في الارسيدي ديكيزي ما نخدمهاش هكا هذي وجير قريت ريال كنت نحيف إقالة يعني سبب إقالتك هو احترام القانون بسبب اللي تحب لا فما النظام الخديم مشي معاه ربما يستعملها بس دونك ما ساعدنيش خلي بره مشي على الراحة لون دو ماك يخدم بالفيسبوك وقلت العباد اشتاق عشاوش خاطر انا كنت نجم نخرج برا نقول له 60 انا طردوني وكذا تعاود ترجع كترجعوا فيه قلت لي قلت له يا رسول الله جيت لك 28 جونفي تحسنت العمليه شهرين تحسن الوضع تو انا ما انا قناعاتي معقول كما يقولوا هكا نبني الكاس هذا انسان في تكسير وبار برانسيب ما نقبلش خليه هكا وانا ما نقول ضحي بس مش ضحي لان كنتش نخدم مزير نرجع وين كنت لبس عليا الحمد لله معناها تري بيان ما يقلقنيش بكل يعني يزيدني شيء بالتوم نخدم 16 ساعه 17 كاتاستروف